كابتن محمد، الزمالك مع كابتن اسامه نبيه نجح بنسبه 100%، مرحله انتقاليه قصيره جدا، مباراتين 6 نقاط، فالامور يخشها فيريرا والدنيا مرتاحه. كابتن اسامه نبيه عمل ايه المباراتين دول عشان يعرف يعدي المرحله دي بنجاح؟ طبعا يا كريم، هو اول حاجه اشتغل مع معنوي كتير جدا مع لعيبه نادي الزمالك، لان هم راجعين من هزيمه كبيره جدا مباراه الوداد، فطبعا قدر يقعد مع اللعيبه ويطلعهم يديلهم معنويات اكتر. وكان يهم اسامه نبيه ان هو بعد مباراه الوداد ان هو يكسب فيوتشر، وربنا اداله. وكان في اول ربع ساعه ولا 20 دقيقه كابتن هشام دخل 2 هدفين في نادي الزمالك، قدر ان هو يجيب 2-1، قدر يتعادل الشوط الثاني، قدر ان هو في اخر دقيقه ربنا كرمه وكسب في الدقيقه 90. المكسب ده كان حاجه كبيره جدا للعيبه، لان الزمالك بقاله فتره ما كانش بيكسب، احصائيه كبيره جدا مع كرتون 17 هدف دخلوا في فريق نادي الزمالك. فكان في الفتره دي ما كانش الزمالك مظبط حتى دفاعيا ولا هجوميا، فكانت الامور بالنسبه للعيبه كانت صعبه جدا، وبدا في الميديا وبدا جمهور نادي الزمالك يتعصب على اللعيبه، لعيبه نادي الزمالك. لكن اسامه حته معنويات، وحته ان هو حط كل لعيب في مركزه. يعني احنا شفنا رؤى لعب الماتش مباراه فيوتشر، رؤى كان بقاله فتره ما بيلعبش، رجع من اصابه فبدا يديله، وبدا يدخل معاه الشوط الثاني في ماتش فيوتشر. الشوط الثاني بدا يدخل امام عاشور، فبدا بيلعب باثنين ديفندرين. النهارده الزمالك لعب 18 دقيقه بس، استحوذ وجاب الهدف الاولاني بشوطه من امام، وبعدين الهدف الثاني بتمريره من امام لزيزو اللي انا بقول عليه عالمي، لعيب من احسن لعيبه نادي الزمالك. بعد كده نادي الزمالك بدا يستحوذ في نص الملعب من غير تضييع اهداف او من غير لعب على الجول. وحاجه عملوا حاجه غريبه كريم، ان بقى الطرفين بداوا يخشوا لجوه. انت معاك الكره استحواذ، فبدا زيزو يخش لجوه، بدا بن شرقي يخش لجوه، فبدا الزحمه بقى 12 لعيب من 6 لعيبه من هنا و6 لعيبه من نادي الزمالك، بقى زحمه كتير جدا في نص الملعب واستحواذ من غير فرص، فبالتالي بيبقى صعب امور كبير جدا على نادي الزمالك. ما وده فرصه كبيره جدا. انا النهارده في فرق ما يطلع 2-0 وفرق ما يطلع 2-1، صح؟ تهور من محمود علاء ملهاش لازمه، كره ملهاش لازمه، وبعدين الحكم ادى 2 دقيقة وقت ضايع. انا لو في خبره في 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 في, في نادي الزمالك في الفرقه اقدر اضيع الـ2 دقيقة دول. محمود علاء مضغوط في مبالغات في انتقاده، ولا هو يستحق النقد الفتره اللي فاتت؟ يعني الناس طول الوقت تحمل محمود علاء كل شيء، رايك ايه؟ انا عندي ان هو اولا مضغوط، ثانيا ان هو انا عاوز محمود علاء المدافع، اسمه مساك او مدافع. سيبك بقى ان انا ابقى المدافع الهداف يا كابتن هشام، واسيب الشق بتاع الدفاعي ان انا عاوز اجيب جون باي وقت. الحاجه اللي مش متظبطه في محمود علاء ومحمد عبد الغني، الاثنين يا كابتن هشام ما بعرفش يراقبه المهاجم، بالدليل ان مباراه فيوتشر انا بحمد ربنا ان علي ماهر طلع احمد عاطف لعيب قوي جدا، لعيب جامد جدا، كان كل كوره على الاثنين كان بتبقى خطوره. فانا بالتالي انا بقول لمحمود علاء العب مدافع شرس،